اتجهت أنظار المنقبين الموريتانيين عن الذهب شرقا إلى ولاية البراكنة، حيث تتحدث الأنباء عن وجود كميات من المعدن النفيس في مقاطعة مقطع الحجار، وما تزال السلطات المحلية تمنع المواطنين من التنقيب متذرعة بعدم ترخيص الحكومة للمنطقة. يبدو أن بوصلة التنقيب عن الذهب باتت تشير إلى وجهة جديدة. هذه المرة اتجهت أنظار المناقبين شرقا وتحديدا بلدة تويمقدست قرب مقطع الحجار شرق البلاد. المنطقة التي توجد في صحاري ولاية البراكنة شهدت توافد مئات المناقبين في الأسابيع الأخيرة بعد انتشار أخبار تفيد بالعثور على كميات من الذهب السطحي، وإن اختلفت الروايات حولها وتضاربت. كرنا على أنه فيش من الذهب، جينا ليلو 3 أيام وجينا نهارنا الأول هون ولا رأينا شيء، ظلينا هون في سموم وحميم في الحمان، وعقب ذاك عاد التحيميس طلعنا فوق الكديار اللي تراعوا فيها هون، شفنا واحد قال إنه جبر حجيرة أطفت فيها قران والله ونعتهن آمين، وعقب ذاك جاتنا جندرميري. عمليات التنقيب الأولية لم يكتب لها أن تتواصل لوقت طويل، فما كاد خبر تجمع المئات من المنقبين هناك ينتشر حتى حضرت دوريات من الدرك المكان وأغلقت المنطقة في وجوه هؤلاء المنقبين الذين لم يخفوا استياءهم واندهاشهم من إزعاج السلطات ووقوفها في طريقهم. احنا طالبين هما يخلون بينا على الكدية، فيها شيء ما هو فيها خلون بينا معاه، فهمتم؟ الجديد في الأمر وبحسب ما حصلت عليه قناة الساحل هو انسحاب دوريات الدرك وإفساح المجال أمام الراغبين في التنقيب. هي إذن وجهة جديدة للباحثين عن الذهب وقبلة أخرى للحالمين بالثراء السريع قد تنضاف إلى مناطق في شمال البلاد لا زال يتواصل فيها البحث المحموم عن المعدن النفيس، بحث لا يبدو أنه سيتوقف في أي وقت قريب رغم حلول الشهر الكريم الذي يتزامن هذه السنة مع حلول فصل الصيف.